تتعلق المداخلة ديالي ببرنامج الوطني لترقيم وتتبع الأبقار، وهو برنامج رائد فيما يتعلق بتتبع الحالة الصحية القطيع وحالة يعني تنمية التنافسية. كما تنعرفوا مخطط المغرب الأخضر جاء من أجل الرفع من تنافسية القطيع الحيواني ومن أجل ضمان هذه التنافسية لابد أن القطيع ديالنا يكون مرقم. فهذا برنامج رائد بداه المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية منذ مارس 2015، هو الآن في المراحل الأخيرة ديالو. تقريبا استطعنا أننا نرقمه 3 مليون ديال الأبقار على المستوى الوطني. على مستوى الجهة تقريبا شي 118,000 رأس من الأبقار لترقمت. هذا البرنامج يتمحور حول 3 أمور. الأمر الأول هو تركيب واحد الرقم إلكتروني للبقرة، ثم المسألة الثانية هي إعطاؤها واحد لكارت غريز، هي بطاقة تعريف ديال هذيك البقرة أو للحيوان بصفة عامة. ثم المسألة الثالثة هي قاعدة المعطيات الوطنية. فهاد المسائل بثلاثة هي اللي كتضمن الاستمرارية ديال هذا البرنامج. بالنسبة للأرقام الترقيم، كان واحد البوك الإلكترونيك اللي كيقراها قارئ آلي اللي كتصعب أنها تزور وكتبقى مع الحيوان الحياه ديالته كلها، ما كتوسخ ما يعني ما كتخسرش. ثم لاكارت غريز حتى هي خصها بدا انها تكون دائما غاديه مع الحيوان وتكون فيها جميع المعلومات المتعلقه بذاك الحيوان، يعني تاريخ الزياد ديالو، مولاه، الفيرما فاش كاين، السن ديالو، وشنا هي التدخلات الصحيه اللي تدارت عليه. هذه المعلومات كلها هي كناخذوها وكندوها لقاعده معطيات وطنيه اللي كتعطينا واحد الجر ديال جميع الحيوانات اللي كاينين عندنا في الجهه ديالتنا وفي على المستوى الوطني. وجميع المهنيين عندهم الحق انهم يدخلوا لهذيك قاعده المعطيات باش ياخذوا منها المعلومات الا بغاو يديروا شي دراسه استراتيجيه او لا شي تطور ديال القطاع. فالفلاح ملزم عليه او لا تنطلبوا منه انه باش من اجل نجاح هذا البرنامج هذا انه يحاول انه يساهم في انجاحه، باش بانه يكون عنده واحد السجل ديالو في الضيعه ديالته، ويحاول ان الحيوانات ديالو دائما تكون مرقمه ويكون عندها الكارت غريز ديالها ويحافظ عليها باش ما تجلاش. والحيوان اللي خلق لا بد خص يدكراري به عند المسؤولين اللي هما المصالح الجهويه ديال المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائيه. الى ما تتشي بهيمه يدير الرقم ديالها ولا كارت غريز ديالتها باش تحيد من قاعده المعطيات الوطنيه. الى باع شي بهيمه يعطي لها كارت غريز ديالتها لذاك السيد اللي شاري باش تبدل من سميتو لسميت هذاك الكساب. والى مشات شي بقره للكورنا اولا للسوق تكون غاديه مع ديك لاكارت غريز ديالتها باش مولاها اللي شراها ياخذها، اولا الى مشات للكورنا المصالح المختصه في الكورنا كتحيد هذيك الابقار من قاعده المعطيات. فاذا الفلاح حتى هو خصو يساهم، هو مستفيد من هذه العمليه، ولكن في نفس الوقت هو فاعل فيها باش بانه كيعطينا المعلومات باش نحينوا دائما قاعده المعطيات الوطنيه. هو المستفيد الاول والاخير من هذه العمليه. الحمد لله هذه العمليه سهله بزاف. غادي نحطوا ان شاء الله على مستوى تعاونيات وعلى مستوى مراكز الحليب واحد الورقه اللي فيها التصريح بوفاة، تصريح بولادة، تصريح بشراء، وتصريح بضياع. هذيك الورقة غادي يبدا يصنيها الفلاح ويحطها عند التعاونية. المصالح البيطرية غادي تكلف، غادي تلم هذاك الشيء عندها وغادي تخرج، يعني تقريبا في حدود ما لا تتجاوز 10 أيام ولا سيمانة تخرج عند الفلاح وتبوكلي ليه هذوك النوامر، ترقم ليه هذوك البهايم اللي عنده او تعطيه لك كارت غريز ديالته. هذه مساله عاديه لانه المرقمين ما تيديروا حتى شي حاجه اخرى مع هذا الترقيم بطبيعه الحال، لانه ما يمكنش الفلاح يجيب البقر ديالو لعند المرقم. المرقم هو اللي كيمشي عند الفلاح وكيرقم ليه، يا اما عجول، يا اما بقر بحال شراهم جديد، يا اما بقر اللي ما عمره ما ترقم. ضروري انه يمشي عنده وياخذ من عنده المعلومات. حنا تنطلبوا الفلاحه غير انهم يعاونوا السيد المرقم الى جا عندهم ويعطوه جميع المعلومات ويحاولوا ما امكن يشدوا ليه البهائم باش دغيا يرقمهم ويعطيه المعلومات وتكون ديك المعلومات صحيحه فيما يتعلق بتاريخ الزياد، الاب ديال يعني الجينيولوجي ديال هذاك الحيوان، باهم مو لغص ديالته. وبالتالي المرقمين خدمتهم الوحيده هي ترقيم الابقار، ما تيديروا حتى شي حاجه اخرى مع هذه العمليه هذه. وبالتالي غادي يكون الوقت الكافي انهم يقوموا بهذه العمليه، ما غاديش يكون ان شاء الله ديك البيروقراطيه ما غاديش تكون.
فيما يتعلق بالاسواق مازال لحد الان ما فعلناش هذا البرنامج هذا. علاش؟ لانه مازال ما وصلناش 100% من الابقار اللي هي مرقمه. ان شاء الله نهار نوصلوا 100% ولا على الاقل غير 95% غادي نفعلوا هذه القضيه، وغادي تكون من السهوله بمكان انه اي فلاح عند الدبقره ديالته للسوق غادي يديها بلا كارت غريز ديالتها، واللي شرى ديك البهيمه غادي يشريها بلا كارت غريز ديالتها ويمشي حتى الكوري ديالو عادي يدير هذاك التصريح اللي قلنا ديال تصريح الشراء، يدير داك التصريح بانني شريت هذه البقره من عند هذا السيد. غادي يمشي داك السيد ما غاديش يبدل لها الرقم، غادي يحافظ لها على الرقم، غادي يبدل غير في لاكارت غريز، غادي يبدل المالك عوض ما يبقى داك المالك القديم غادي يحيدو، غادي يولي المالك الجديد فقط. يعني مساله بسيطه بزاف. اذا كانت غادي للقرنا غادي يعطيها داك السيد اللي غادي للجزار ولا اللي شرى البقره، غادي يعطيها ليه هي ولا كارت غريز ديالتها. والمسؤولين في القرنات راه كيشدوا دوك لي كارت وكيشدوا دوك النوامر وكيدوهم حتى للبيرو وكيحيدوا هذيك البقره ولا داك الحيوان كيحيدوه من قاعده المعطيات الوطنيه بسهوله. يعني ما غاديش يكون واحد النوع ديال العسر ولا التعقيد، غادي يكون مسائل ميسره ان شاء الله.